السلام عليكم متابعي قناة متميزون الأعزاء. جعل الله القبر برزخا بين الدنيا والآخرة، فهو انقطاع عن الدنيا وإقبال على الأخرى، وهو مشترك بين الدارين، فمكانه في الأرض وهي من الدنيا، وفترة بقاء الميت فيه هي من زمن الدنيا، ولكن المقبور فيه يعامل معاملة الآخرة لا معاملة الدنيا، ولذا كان القبر أول منازل الآخرة. القبور وما يجري فيها عالم عجيب، يدل على قدرة الله الخالق سبحانه وتعالى، ويدل على سعة ملكه، فله سبحانه عوالم أخرى غير عالمنا لا ندركها بحواسنا ونحن أحياء. ولولا أن الله تعالى أخبرنا عن القبر وما فيه لكان غيبا لا نعلم عنه شيئا، فلا يدرك القبر وما فيه بالبحث ولا بالتجربة ولا بالحساب ولا بعلوم البشر ووسائلهم، لا يدرك ما فيه إلا بالوحي. فماذا يحدث للميت عند نزوله للقبر؟ وهل تسمع الأموات كلام الأحياء؟ وهل العذاب يقع على الجسد والروح معا؟ وكيف ننجو من عذاب القبر؟ تابعوا معنا لتعرفوا الإجابة عن هذه الأسئلة. القبر هو تلك الحفرة الموحشة المظلمة التي أسهرت ليالي الصالحين خوفا منها وتفكرا فيها ودعاء بالنجاة من عذابها، حفرة ضيقة يوسد الميت فيها ثم يهال عليه التراب، فلا نفس فيها ولا فرجة ولا ضوء ولا هواء ولا شيء معه إلا كفنه وعمله، ويبلى الكفن ويبقى العمل، وآخر لمسة يغفر بها مقبور من البشر هي لمسة من يوسده في لحده، وآخر نظرة تصيبه هي نظرة من يضع آخر لبنة عليه ثم ينقطع عن البشر، وآخر إحساس له بالبشر في تلك اللحظات هي حينما ينتهون من دفنه ويتولون عنه وهو يسمع قرع نعالهم. بينما الإنسان منا في هذه الدهشة وتلك الرهبة لم يستفق من هذه الكربة وهذا الهول العظيم، وإذا بداهية أخرى تقع به، حيث يجد جدران القبر تتحرك وتتقارب عليه، ويضيق القبر حتى يضمه ويضغط على جانبيه، وهذه الضغطة لا ينجو منها أحد، صالحا كان أو عاصيا، صغيرا كان أو كبيرا. فقد أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحدا ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. يا له من موقف عظيم، تأمل وأنت وحدك في قبرك قد أصابك ما أصابك من هول المطلع، ومشاهد لم تعهدها من قبل وأنت لم تفق منها، وإذا بملكين أسودين أزرقين يدخلان عليك. يصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه هذين الملكين، ففي الحديث الذي أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، كيف بك إذا أنت مت؟ فانطلق بك قومك فقاسوا لك 3 أزرع في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك، ثم احتملوك حتى يضعوك فيه، ثم يهيل التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتان القبر منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما، فتلتلاك وثرثراك، كيف بك عند ذلك يا عمر؟ فقال عمر: ويكون معي عقل منك عقل الآن؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. قال ابن كثير: في البداية والنهاية وهما فتان القبر، موكلان بسؤال الميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ويمتحنان البر والفاجر، وهما أزرقان لهما أنياب وأشكال مزعجة وأصوات مفزعة. أجارنا الله من عذاب القبر وثبتنا بالقول الثابت، وتتوالى المفاجآت، فلا يكاد العبد يفيق من داهية إلا وتأتي أخرى على إثرها، فهو لا يزال في رعب من منظرهما، إذ يسألانه بصوت كالرعد ينخلع معه القلب ويطير منه العقل، سؤالا محددا واضحا صريحا، والسؤال يحتاج إلى إجابة فورية، إنه الاختبار الذي قال عنه الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنهما: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ويثبت ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفصح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس وقال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح منها صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. بعد أن ينصرف الملكان عن الميت بعد سؤاله ويرى مكانه في الجنة أو النار، تبدأ حياة القبر. فإن كان العبد مؤمنا وسع له في قبره، ورأى من مظاهر النعيم واللذة ما يجعله يتمنى قرب قيام الساعة لينتقل إلى النعيم الأكبر في الجنة. وأما الكافر والفاسق فإنه بعد سؤال الملكين له وعرض منزلته في النار يتمنى ألا تقوم الساعة حتى لا يدخل النار، فيضيق عليه قبره ويشعر بالعذاب الذي يأتيه من كل مكان. ومن أشد العذاب أنه يرى مقعده من النار في الصباح والمساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والميت لا يسمع شيئا من كلام الأحياء. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال في سورة الروم: فإنك لا تسمع الموتى. يقول ابن القيم رحمه الله: الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وإن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وإنها تتصل بالبدن ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، ويضرب العلماء مثالا لذلك الحلم في المنام، فقد يرى الإنسان في المنام أنه ذهب وسافر، وقد يشعر بسعادة وهو نائم، وقد يشعر بحزن وأسى وهم وهو في مكانه في الدنيا. فمن باب أولى أن تختلف في الحياة البرزخية، وهي حياة تختلف عن الحياة الدنيا. ومن المنجيات من عذاب القبر المداومة على قراءة سورة الملك وفعل الأفعال الصالحة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام. ومن أسباب النجاة أيضا أن ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وأيضا الشهادة في سبيل الله، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد خصالا عند الله تعالى، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر. ومن أهم أسباب النجاة من عذاب القبر الدعاء، وقد كثر تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، ففي الصلاة كان يتعوذ منه كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.